ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. أهلا وسهلا فيكم في فقرة جديدة من برنامج كل أطباء السبعة. كثير منا إحنا الأهالي بنحط للأولاد أغاني على التلفزيون بصراحة بس عشان نلهيهم يبعدوا عنا. هلأ إحنا رح نحكي مع صفاء مستنجي عن مضار وفوائد الاستماع إلى أغاني الأطفال. صفاء كيف حالك؟ تمام الحمد لله. كيف أمل كيف حالك؟ الحمد لله تمام. طيب قولي لنا هلأ، أغاني الأطفال هل هي مفيدة لمهاراتهم اللغوية أم لا؟ هي طبعا مفيدة بس قديش بنسمعهم يا هون المش مفيد، يعني احنا بنستخدمها غلط بس هي طبعا مفيدة كتير. على العكس في كتير دراسات انعملت على الرايمينج سونجز قديش بتأثر على مهارات الأكاديمية ومهارات الاستماع والذاكرة السمعية عند الأطفال، فهي إشي كتير مفيد بس لكن احنا يس بس بمحاذير، كل شيء بزيد عن حده بنقلب ضده طبعا. يعني برضو نوعية الأغاني مهمة ولا طبعا لا؟ نوعية الأغاني أكيد مش الأغاني الحشو أكيد. هلأ المشكلة هلأ بالأغاني إنه بتكون عرض بصري وعرض سمعي ورأس وألوان وأشياء، فهي بتهستر الطفل، يعني بتطلع كتير كتير مدخلات، يعني بتطلع بتفرج بإيش ناس بتنط وألوان وأشكال وكل هاي الأشكال، فهاي الأشياء بتأثر عليه. بس الرايمينج سونجز أنا ونس إنه أنا بدي أعلم ابني أغنية وفيها تشارك وأنا وهو إشي كتير مفيد. العكس حتى إحنا إذا بنرجع لزمان مش بس جيلنا والأكبر منا في كتير موروث، يعني حتى جداتنا كانوا بيسمعونا أغاني فيها سجع، وهذا السجع بيطور كتير مهارات سمعية عند الأطفال، بيطور الذاكرة عندهم. يعني أنتي مع إنه نقعد نغني مع أطفالنا نسمعهم أغاني بس مش نمسكهم الآيفون ونقعد نورجي فيهم أي إشي؟ نعم أكيد أي إشي. أنت الطفل بيكون فيه لحاله ما بيطور مهاراته، بس الطفل أنا وياه بنغني مع بعض، لأنه أنت إذا بتلاحظ وأنت بتغني أغاني الأطفال غصب عنك بتكون في حركات، فالطفل بتعلم مهارات الموديلينج أو التقليد، مهارات التآزر الحركي، مهارات الذاكرة السمعية، بصير يحفظ الكلمات، بتزيد مفرداته أصلاً لأنه الأغاني مليانة كلام. بالإضافة حتى إذا بنرجع لورا، الطفل أول ما بلش يحكي أو الأصوات اللي بيطلع هي بتكون عبارة عن تنغيمات، يعني البابلينج أو المكاغاة هو تنغيمات، فالطفل أول بداية حكيه أصلاً هو بيغني بتهويد. يعني على أي عمر يعني بيبلش الواحد يتعلم من الأغاني؟ هلا انا مثلا بحس الطفل اول ما ببلش يتحرك، احنا فينا يعني الطفل اول ما ببلش يقعد فيك تغني له كل الاغاني، حتى واحنا بننيم الاطفال بنغني يعني له اشياء أشهر. ممكن يس بنبلش له، وكثير فينا نطور مهارات عنده. على العكس الطفل بصير يستوعب الصوت العالي والصوت اللي فيه نغمه والصوت المنخفض، كل هاي الاشياء عن يعني طريق الاصوات. انت ما انا لما يجي الاهل عندي على العياده قعدوا البيبي على الكوتش بس يمسكوها الايفون عشان نقدر نفحصه، انا بالاول كنت احس انه something wrong إنه البيبي ما it doesn't come down، ما بهدا إلا وهالآيفون شغال والأغاني موجودة، بس it sounds like الحمد لله يعني إنه إذن في منها شوية فايدة. هو النغمة يعني النغمة بتستثير الطفل، بس اللي أنا بحكي لك يا هلا معظم الأهالي بتلاقي أعطاه الآيباد، هلا الآيباد ما فيهوش تشارك، هو بتطلعه بس بدندن، بس اللي أنا بحكي عنه إنه أنا أغني له. حتى انا مثلا كطبيب انا كثير بغني، يعني انا طول اليوم مثلا بالجلسات عم بغني وعم اتفاعل معهم، لانه هاي الاشياء فيها تعلمهم حركات، فيها تعلمهم مفردات، فيها تعلمهم صوت عالي صوت واطي. اكيد مش اغاني ماما اوبح لا اكيد مش ماما اوبح كمان، هلا هذا اولد فاشن دكتور، هلا نزلت اشياء جديده زي في كثير اشياء، هلا في كثير اشياء. انا كنت دائما عم بضحك على هذا الموضوع، كانوا بس يجوا البنات يشتغلوا معي دائما احكي لهم بعد شوي لما تتعامل مع كثير اطفال بتصير غصب عنك وانت بتدندن اغانيهم، فنفس الشيء بس اكون بدندن اغاني اولاد صغار. بس هي اكيد طريقه لتوصيل معلومه للطفل طبعا وبيحفظوها. يعني انا بتذكر انه اغاني الطفوله اللي هلا الواحد بالضبط اكيد هلا بتذكرها بعيدها لاولاده، الصفوف الاول الصفوف التمهيدي لما كان المعلمين يعلمونا بالاغاني اصلا اكيد هلا يس. هلا كمان انا بلاحظ دائما شغله، معظم الاهالي عم بيعلموا اولادهم هلا اغاني انجليزيه اكثر من العربيه. هلا انا ما اسمع اغنيه انجليزيه واغنيه عربيه، بلاحظ انه الاغنيه اللي مكتوبه بالانجليزي او بتغنى بالانجليزي مدروسه، يعني فيها بتتعلم له يس، معظم الكلمات بتكون مسجوعه فيها نفس القفله، جمل قصيرة، نحن ممكن جملة طويلة، المفاهيم كمان مناسبة لعمره. يعني أنا مثلا بس أعلم الطفل أغنية بدي أنتبه أنه هي مناسبة لعمره، يعني طفل عمره 4 سنين المحتوى تبع الأغنية بدي يكون مناسب لطفل يتخيله عمره 4 سنين، بس مش بعطيه أغنية كتير كبيرة. كمان شغلة تانية، أنا ضد أنه الأطفال يتعلموا أغاني مش لعمرهم، يعني 4 سنين يعني بدي يحفظ أغاني أطفال مش 4 سنين بدي يحفظ أغاني كبار، لأنه في برضو دارج إشي تاني إنه نحن بنسمعهم أغاني كبار بالذات إذا كانوا ذكيين وبيحفظوا الأغاني بسرعة، بس هلا بيحفظوا أغاني الكبار أكثر من أغاني الصغار، يمكن فيها حركة أو بنغنيها معهم أكثر.
موضوع شيق جدا وشكرا لك صفاء. شكرا أمل. شكرا كثير. الأغاني ممكن تكون مفيدة ممكن تكون ضارة حسب أنتوا شو بتقرروا تكون مع أولادكم. إذا بتشاركوهم فيها أكيد رح تكون مفيدة. ننتقل لفقرات تانية مع أطباء السبعة.